بس بنضلنا نعيش شوي بهالذكريات تبعولنا. في جزء منا له علاقة بالمكان، دائما في حالة تبدل وتغير. البنيان المعماري مو بس بنيان، هو مشكلته انه هو نسيج اجتماعي. لما تكوني في وسط الحرب ما بتفكري بالبيوت، بتفكري بالناس اللي عم بتموت. انا بس كنت عم يعني بس بدي اشارككم هيك فكره عم تمرق براسي، انه الانسان قديش صعب لما يمرق بشوارع بطلت شوارعه، بطلت تشبه حكاياته، زواياه، ذكرياته، الأماكن اللي عاش فيها، أحلامه، مدن. سوريا يمكن أكبر شاهد على كتير قصص. يعني سوريا هيك تدمرت، أنا كفلسطينية فلسطين راحت، واليمن. يعني اليمن راحت، لبنان بجزء منه، ببيروت كمان، وقبل بعد الحرب الأهلية كمان يعني مرق بهذا التغير، العراق طبعا. فكيف عايشين نحن كأفراد كل الوقت بدنا نبني ذاكرة جديدة مع الأماكن بشكل مستمر؟ هذا قديش شيء مؤلم وقديش متعب يعني لألنا كأفراد. هو إحنا نناضل بأنه نعيش ونبقى على قيد الحياة، بس في جزء منا له علاقة بالمكان دائما في حالة تبدل وتغير وبينكسر وبيروح جزء منا عن هذا المكان. 75 كنت بعدني تلميذة، وقبل الحرب مثل ما كنت قايله انه كنا بيروت، انا بعدني بتذكر بيروت عيم، كنا ننزل على بدي دريس وعلى البركة نشرب ليمونادا، او ننزل، لانه انا مدرستي كانت بالمعنى انه بتعرفوا انه كان بالحرب يقولوا غربية وشرقية، بقيت بالشرقية ومدرستي بالغربية. بعد 75 الحرب كانت كتير صعبة. هلا سافرت ورجعت، بس من الثمانينات كنت كل وقت بلبنان، والحرب عشتها لأن بعدين صرت صليب أحمر ومع الجامعة وروح على الجامعة كله بالحرب. أكيد ذكرياتي إنه الواحد كمان كلبناني تعرفوا بيضل بيوقف على إجراء دايما. المصايب أكلناها كتير، بس بنضل نعيش شوي بهالذكريات تبعولنا. ومع كل هيدا بعد ما خلصت الحرب الأهلية بلشنا تتعمر بلدنا، ونحن نرجع نعمر حياة حسب الزوجية، حياة الفنية. أنا من التسعين عندي شغلة، بلشته من التسعين، صار لي 30 سنة بالمهنة تبعيتي، وأنا مهنتي زجاجيات، بشتغل بقص إزاز. وكامرأة كان صعب إلي بالشغل. ليش؟ أول شيء ما بيعطوا ثقة للمرأة. هيدي كمان نحن بالشرق الأوسط صعبة قلنا، لأنه ما بيعطوا ثقة إنه معقولة مرة بدها تيجي تقص إزاز وهي بدها تعمل تركب وتحط. هيدي صار في عندي مشاكل أنا بالهيدا، بس صار لي فينا نقول 15 سنة لا اسمي معروف وبيدقوا عبابي. أكلت أكتر شيء هلا، وهون تأثرت كتير. بعد أربع آب، وقت أربع آب إجيت هوني مثل كأنه سكينة كف أكلتها صراحة. سلامتك. هوني يعني حتى أنا بالحزمية ضرر مشغلي، وبعيدة كتير عن البور. ما قدرت أرجع الشغل لأنه رح تساعدت شوي مع شو صار، يعني البيوت الراحة اللي تهدم. أخذت معي جمعة لبلشت أرجع الشغل، ومرقت على كل المحلات تضرروا، وهون كل محل أمروا عليه مسك حالي إنه لا يلا لو وصلت لوقت. خصوصا في أكبر مشروع إلي سنتين شغل وكله دهان، كله تلوين على إزاز اللي بجيبه أنا نفخ، سنتين شغل هون ما بقي منه خبرة. طبعا الموضوع جدا صعب بالذات في لبنان. انا اصلا لي 5 سنين عايشه بلبنان، وبيروت بتعني لي كثير، وصدمت باللي صار، لانه التفجير اللي صار في لبنان في بيروت دمر اللي دمرته حرب سنين في سوريا او العراق او في اليمن. كل البلدان عزيزه على قلوبنا، وكل واحد بيحب بلده وبيحب البلد اللي عاش فيه، بس موضوع بيروت بالنسبه لي على الاقل كان استثنائي، انه بلحظه
كل شيء راح. على عكس مثلا عندنا باليمن على 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 الصعيد الشخصي مرينا بمراحل، مرينا بهذه المشاعر اللي هي لما تكوني في وسط الحرب ما بتفكري بالبيوت، بتفكري بالناس اللي عم بتموت. لما بتطلعي من الحرب جزئيا بتضلك شايله هم المناطق الثانيه اللي فيها صراع. يعني في تهيئه نفسيه نوعا ما وان كانت سلبيه لهذا الدمار. بس اللي صار ببيروت دمار بلحظات، دمر تقريبا نصف المدينة، مدينة فيها كلنا ذكرياتنا. يعني أنا صدقا كمية أصدقائي اللي في اليمن وأهلي حزنهم على بيروت كان أكثر من كل مرة يصير معنا مشكلة أو يصير معنا تفجير أو يصير معنا أزمة في اليمن، لأنه دائما كانت بيروت هي حاضنة للجميع وبتعني للكل. الإنسان بطبيعة الحال بيتأقلم على أي وضع، كل ما بيصير تغيير بالمدينة بيفقد جزء من هويته، من موروثه الثقافي، من إرثه وإرث الأجيال اللي قبله. هيدي منا شيء هين ومنا شيء مقبول عند الناس، بس لما بتكوني في بلد كمية الدمار فيه عم تشمل البناء والإنسان والبنية التحتية وكل شيء، بصير أولوية الناس إنها تعيش، أولوية الناس إنها تشعر بالأمان. يعني مثلاً عندنا على سبيل المثال في اليمن أكيد في حديث عن المباني اللي دمرت، أكيد في حديث عن إعادة الإعمار. أنا مثلاً الآن بدرس ماجستير تنظيم مدن في الجامعة اللبنانية، وعم ومشروع التخرج عن يعني أو التيسس تبعي عن إعادة الإعمار في اليمن، وعم قيسها على كيف بدي أربط كبنت اليمن بين إنه كيف نحافظ على هذا الموروث الثقافي وإرثنا التاريخي ونعيد أحياءه، وبين إنه أنا لبي حاجة الناس اللي صارت بالشوارع، اللي صارت لاجئة أو نازحة في المدارس، اللي 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 وضع الإنسان يتشتت أكثر من الجانب اللي مرتبط بالثقافة وبالذكريات وبالمشاعر اللي هي بتصاحبنا بس نعيش بمدينة ونربى فيها ونتعود على شوارعها وعلى شكلها وفجأة نلاقيها اختفى. هلا أنا بدي أحكي عن فكرة كتير مهمة اللي هي إنه نحن عم نحكي عن الانفجارات والحروب والصراعات، بس أنا بتخيل في شيء بيأذي أكثر من الحروب والصراعات لما الرأسمال أو مثلا تتحول هاي المباني الأثرية، هاي المدن الأثرية تحول لأنه في شيء اسمه مثل الرأسمال الرمزي، أنه نحن بنساوي هاي المدن أنه شوي شوي بنخليها حتى تتهالك، لحتى آخر شيء نحن شو نساوي؟ نحولها لمباني متأثرة بنمط الحداثة وما بعد الحداثة. هلأ أكثر شيء يمكن إذا هاي المدن التاريخية، ما رح أحكي على حلب، حلب إلى وضع خاص ممكن نتطرق له قليلا، بس بالمحافظات بدي أحكي عن سوريا بشكل عام، ما رح أحكي بعد 2011، بدي أحكي عن قبل 2011. للأسف في كتير مدن، في كتير محافظات هي كانت عم تفقد هاي الهوية. يعني كيف مثلا إذا نحكي عن منطقة الجنوب، أنه قبل كان الإنسان بيتعامل مع هاي الأثار أو إلى آخره من البيئة المحلية، من المواد البناء، كان في كتير تكنيك كتير عالي بالتعامل مع المكان اللي بيعيش فيه. لاحقا صرنا نشوف أنه بنخلي البيت حتى ينزل، وآخر شيء بتجي جرافة وبتشيله، بنطلع بداله نمط كتلة إسمنتية كتير مؤذية للرؤية وهي عم تخرش. يعني هي ما لها علاقة أبدا بالنسيج المعماري. هلأ هون بيكون يعني عم نقضي على ذاكرة المكان. وثاني شيء البنيان المعماري مو بس بنيان، هو مشكلته إنه هو نسيج اجتماعي. يعني أنا بالمقابل بكون عم أقضي على النسيج الاجتماعي كله تبع هاي المنطقة. طبعا يعني إذا نحكي عن فكرة هلأ نرجع على بيروت، أنا حابة أركز بس قليلا على بيروت، نرجع على سوريا. سوريا لأنه فيه ما بعرف إذا بيكفيها حلقات كتير، بس بيروت بالذات مو بس الأربعة آب هي الانفجار الكوني تبع بيروت. للأسف يعني اللي جذر فيها هو مو بس الحرب الأهلية ولا إلى آخره، الحروب إلى يعني ممكن كتير كتير تجذر بالمدن، بس بالمقابل الرأسمال والشركات العقارية هي اللي عم تجذر بمدننا. نحن مثلا هلا مثل مشروع السوليدير، مشروع السوليدير هو قلب مدينة بيروت. أنت كيف يعني كيف قدرت تسلخ قلب مدينة وتشيله وتزنره بالجسور والطرقات اللي هي ما تتناسب أبدا مع مدينة بيروت التاريخية، اللي هي 85% من نسيج بيروت التاريخي راح انكب هيك. يعني الأسواق، البوابات، بيروت هي مدينة مثل كل المدن القديمة، مسورة وإلى سور وفيها أبواب. بالمقابل أنا لما شيل سوق وحط أنا السوليدير بسميها مستعمرة. أنا يعني أول ما رحت زرت للسوليدير بسميها مستعمرة، هي نمط هجين فرنسي هاوسماني ونمط مشرقي. يعني
ابدا ماله. وبالمقابل هي معروفه ليش نقامت، يعني هي مو للمواطن اللبناني ولا للبنانيين، هي لشركات اعمار اجنبيه وعقاريه لحتى تستثمر بالمنطقه. اذا ما نحكي عن سوريا، سوريا بشكل يعني اقل اخف، بس يعني سوريا الى حد ما كونها مباني مسجله باليونسكو، دمشق، حلب، في الى اخره، هذول المناطق كلياتهم مسجلين، بهذا الشيء حمى هي المباني. بس للاسف حلب هي ما نحكي عليها. حلب ليش هي من المدن التاريخية الكثير مهمة؟ حلب لأن أول شيء مساحة المدينة التاريخية كثير كبير، وللأمانة إنه المحافظة والبلدية والوزارة وال يعني الإدارة المحلية بحلب هي كثير ساهمت بإنه تحافظ على هذا التراث، وهي ما أنا عاصمة. حلب هي مدينة يعني اقتصادية إلى حد ما، حافظوا أهلها عليها بطريقة إنه بحيث ما تتشوه مثل باقي المحافظات اللي للأسف إنه عم تتشوه شوي شوي. وهي يعني أنا ما رح أقول الاقتصاد، هي يعني إلى حد ما هي العلاقة بقصة مؤسسات أو إلى آخره. حلب يعني هلأ مثلا إذا بدنا نحكي عن مساحة 400-355 هكتار، مدينة تاريخية موجودة لساتها محافظة على حالها. طبعا ما رح أحكي هي الفترة الأخيرة من 2015 لهلأ هي ركام ركام كتير كبير، ويعني وكتير مؤسف اللي صار فيها. دمشق يعني ما تأذت مثل حلب، بس دمشق عم تفقد هاي الهوية العمارية تبعيتها شوي شوي من خلال 15 سنة الأخيرة. مو بس الحروب، نحن عم نتعامل مع بالضبط هي الرأسمالية، وهي التعليب والسلع وإلى آخره. وبالمقابل نحن ما بنشاب الغرب، يعني الغرب أنتج عمارة بعد الثورة الصناعية، هي عمارة الحداثة اللي هي كلها كتل إسمنتية جامدة ما فيها لا زخارف ولا جمال، وهي كتل عمودية. عمارة هاي المنطقة هي عمارة أفقية، يعني لا تشابه أي كان من مكونات الغرب. وبالمقابل إجت لهون، والمهندسين المعماريين أنا بحسهم إلى حد ما مع احترامي لهم يعني أحياناً بمجدوا بالحرب. ليش؟ أنا الحرب تسمح لهم أنه يشيلوا هذا الركام ويعيدوا تكوينه بحيث أنه بيطلعوا على حالهم بفخر وإلى آخره، وبيكونوا هم بنفس الوقت هن عم يخدموا هاي مشاريع الشركات العقارية الكبيرة. صحيح. أنا على فكرتك بس تقولي إنه ما قلت إنه في كتير بيوت أثرية صاروا محلهم عم بيعملوا بنيات. هلأ من بعد ما شو صار بأربع آب، إنه بتعرف منطقة الجميز المخيل فيها كتير بيوت عتيقة من 200 سنة وأكثر، بلشوا بس هون دغري تلقطوا فيهم، يعني بلشوا مثل ما قلتي يجوا الشركات يشتروا هالبيوت يلي معطرين ما بقى عندهم شيء، يقولوا لهم نحن ندفع لكم محلهم هيك ما فيكم ترجعوا تعمرون. توصلت جمعيه اشرفيه خصوصا تقول لهم انه وقفتهم، لانه مش معقول تصير مثل ما صار بسوليدات، مثل ما صار ببيروت، وتجي هال هون بفتكر عم نجرب نزمط من انه تصير يرجع انه نرجع بده يراجعوا جميز وما نخي خصوصا مثل ما كانت. حتى البيوت تهبطت مثل قصر سرسو عمره 300 سنة قصر، يعني ما عنده سقف ما بقى عنده شيء أبدا أبدا. أنا بعرفه كتير منيح. لا رح يرجع عمره، اجت يونسكو رح يرجع يجرب. في كتير قصص ما فيك ترجعي لها لأنه دمرت ما فيك حتى تزبطيها، بس طبعا عم يجربوا أنه يمكن نقدر نخلص كم لنضل عنا هالأثار وهالتاريخ. أنا يعني كفلسطينية من كتير هيك علاقتي شائكة مع ذاكرة الأماكن، يعني في كتير ناس هيك كمان فلسطينيين لاجئين يعني ولدوا بمكان مش مكانهم أصلا مش بلدهم. الاحتلال الإسرائيلي يعني هو الماستر يعني بتغيير شكل المدن، هو يعني فظيع عن جد كتير شاطر، بيقبع شجر زيتون، بيعمل تهويد للقدس، بيبني مستوطنات، بيزعب الفلسطينيين العرب من أماكن معينة، بيحط بدالهم يعني إسرائيليين. يعني الفكر الصهيوني فيما يخص ويتعلق بفلسطين تحديداً واضح بأهمية تغيير البلد ديموغرافياً بشكل كتير عميق ومهم. هو مش بس احتلال، يعني هو مش بس محتل المكان وقاعد فيه، وكمان بيشتغل على الهوية تبعه، انه تصير حتى بالطبخ حتى يعني التفاصيل الصغيرة الفلسطيني اللي بيملكها بالذاكرة تبعه هي بتتحول وبتصير إسرائيلية مع الوقت. انا كمان كذاكرة مخيمات، عندي مخيم تل الزعتر مثلا، عندي مخيم النبطية، مخيم شتيلة، هدول المخيمات مثلا كانوا مخيمات لهم يعني
يعني جمال خاص ومكان خاص، في شجر وفي مساحات واسعة شوي، وفي علاقات بين الناس هيك يعني كثيرة على الفطرة وبسيطة. يعني مخيم تل الزعتر انهدم تماما وتدمر وبطل موجود. يعني أنا بعرف من أبوي إنه بيقول لي أنا ما عرفت كيف، يعني ما عرفت كيف أطلع بالمراي لما شاف مخيم تل الزعتر انه بطل مخيم، ما عرف كيف يطلع بالمراي، ما عرف يعني كيف يحكي، كيف يمشي، كيف يتعامل مع نفسه، انه هذا المكان بيعرفه. شتيلة نفس الشيء مثلا، كمان اقرباء الي عاشوا تغيير شتيلة بشكل، عم بحكيكم على صعيد مخيمات مش عمدهم، بشكل كتير كبير، انه المكان بطل مكانهم، صار مكان اخر، وهم مضطرين، لانه احنا عنا هاي التعود الانساني كانت عم تحكي عنه غيداء، احنا مضطرين نعيش باي مكان وكيف شكله، احنا مضطرين نعيش. بس الذاكرة اللي معلي سؤال، اي بس اسالك سؤال، يعني ما رح اقاطعك، بس انه هيك قديش بيتحول المكان بالنسبه لك لعبة، قديش بتحبي تتخلصي منه مع الوقت؟ يعني انا عم اسالك هذا السؤال ما بعرف، لانه يمكن احنا عم نعيش تجربه الاباء الفلسطينيين، عم نعيش تجربه الفلسطينيين اللي هي الذاكره المتخيله. احنا ما شفنا فلسطين بس تخيلنا فلسطين، بس بالمقابل احنا ردينا عشنا التجربه نفسها، انه قديش انه هذا المكان بيتحول مع الزمن لعبة، انه انت بتصيري بدك تتخلصي منه، لان هي الذاكره بتجيب لك تفاصيل او حكايات انت مع الوقت بتصير هي عم تتكدس وعم تساوي لك تراكم كثير عم يأذيك. هي وجهات نظر. يعني انا بالنسبه لي ما بالنسبه لي هذا مش عبء، هاي قوه. يعني انا بمشي بشتيله هسه وببرج البراجنه، وبعرف انه بشتيله صار في مجازر وشكل المخيم تغير، بمشي بتل الزعتر بضبي بعرف المخيمات تغيرت، بس عندي احساس انه انا دوري فعلا كانسان انه ابحث بذاكره اهلي وذاكره الناس اللي كانوا هون بهاي الاماكن، ومش عبء، بحسه هاي مصدر قوه لي، مصدر الهام. يعني انا المخيمات بتشكل لي، بشكرها لوجودها بصراحه بحياتي. انا بقصد انه هي انت عم تشوفيه عم تنهار، انه مثلا انه في احيانا في مكان عم ينهار، قديش انه هلا اكيد لا، انا للاسف ختام انا شفتها منهاره خالصه. يعني عرفتي انا وصلت للمخيم منهار خالص، ما عشت التحول. انتوا يمكن كسوريا وكبيروت وكلبنان كاليمن يمكن انتوا عم تعيشوا التحول، بفلسطين المحتله التحول بصير بشكل كتير سريع وذكي. يعني هذا الاسرائيلي بيعرف كتير الاحتلال كيف يمارس تغيير هويه، مش بس يا ميرا، يعني اكيد الاحتلال، انتوا عم بتعيشوا التحول، انتوا عم تكونوا بمدينه، وهذا اللي مؤلم كثير بسوريا بشكل خاص، يعني وببيروت حاليا وباليمن وبالعراق، انه انتوا بتعيشوا بمدينه وعايشين فيها، وفجاه بتفيقوا الصبح بتلاقوا مدينه تانية قدامكم، وانتوا يعني بتصير، يعني الناس ببيروت كنا عم نحكي كانت عم تكنس كل شيء ذكرياتها، كل شيء له علاقه فيه. يعني وبسوريا نفس الشيء، عبء ايه كثير عبء، بس كمان يعني أنا لأنه جيت خالصة الأشياء ختام، يعني إنه مخيماتنا خلصت، فذاكرتي بنت على بس انتهت. يعني ميرا بس بدي أضيف على كلامك إنه مش بس العدو الإسرائيلي هو اللي بيشتغل على هذا الشيء، يعني أكيد هو يمكن بطريقة أقصى وبطريقة أسرع وطريقة فجة واحتلال، إيه، بس أنا بقولك يعني هو أساسا تاريخيا كل القوى المستعمرة، كل الأنظمة السياسية اللي بتبنى على أنقاض أنظمة أخرى، أول هدف لإلها بيكون هو تدمير الهوية. والهوية هذه أنت فكرة أنك تدمري هوية شعب بعاداتهم بتقاليدهم تاخد وقت كبير، لكن لما تدمري المدينة أو تقمصي هذه الهوية، إحنا هو بيخلق، وهو دوره يخلق هوية جديدة بالضبط. على الهوية أكيد القديمة. أكيد هذا الاحتلال الإسرائيلي اللي بيعمله، يعني هو الاحتلال قادر ببساطة أنه عم يبحث حد القدس، وبده يلاقي هذا المركز تبعه الديني. طبعا الموضوع يعني موضوع يخلق هو استمناء بالتأكيد، يعني عرفتي أنا فاهم في عليك. في خطة، يعني أنا بدي دمر وإخلق هوية، مش بدي دمر وبعدين. عرفتوا شو قصدي؟ ميرا هلا تماما، هلا انت يعني قصدك كثير كثير واضح، وبس كمان غيدة معاها حق. يعني بالمقابل نحن للاسف يعني ما لنا كثير انه مثلا والله موجودين بمناطق او بجغرافيا انه مثلا تسمح لنا انه مثلا نقدس هي الهويه والى اخره. نحن عن جد انه هي الدول كلها العربيه اذا بدنا نحكي صار في مشروع طمس هويه داخلي، يعني
بس بالمقابل انه بالعكس هو طمس الهويه الداخلي اللي هو شلون بدي اقول لك اللي عم يمشي شوي شوي بحيث انه انت ما تحسي في شيء اسمه انك تقلفي المكان. اليوم مثلا جزء صغير عم يروح، بكره جزء صغير الى اخره، انت بعد فتره بتشوفي في شارع متغير كلياته. هذا كمان اسمه يعني تغيير، بس بالمقابل مثل بيقولوا المي الراكده انه خافي من المي الراكده. هلا هون هذا اللي عم يصير بهي المناطق. يعني انت مثلا بتروحي على مدينه من 15 سنه، مثلا انا اول مره رحت زرت السويدة بجنوب دمشق، انه هي محافظه كتير واضعه وحجر اسود والى اخره، انت بتزعلي انه انت ما عاد عرفتي شيء من هذا. وهو اجمل شيء كان بيميز المحافظات السوريه انه كل محافظه لها نمط عماره، كل محافظه لها مواد بناء. يعني مثلا هلا اذا بنروح على حلب، حلب فيها جبال كتل الكلسيه، انه كانت كل مبانيه من الكلس من حجر الكلسي الابيض، الجنوب من الحجر البازلتي الى اخره. بقى انت بالمقابل هلا هون شو عم تساوي؟ عم تصبغي كل الاماكن بلون واحد، بذاكره واحده الى اخره. هلا انا مثلا تجربتي مع الاماكن للاسف، هلا اذا نحكي انا كمان يعني انا عندي عوز للمكان، ما بعرف نشأت بمكان، هلا انا من الجولان كمان، انا منطقتي محتله، بقى نشأت بمكان انه يعني انا بس هيك عم اتخيل انه يعني أبي كان يحكي لي كتير تفاصيل على السينما وكيف كانوا يعني كيف حبوا أمي وأنا يوم رحت زرت لقناترة مرة تانية أنه شفت السينما واستعادت الحكي اللي حكى لي إياه وتخيلت شغلات. قديش الذاكرة المتخيلة أنه مثلا بتكون يعني هي مثل سكين على حدين، أنه أنت بالمقابل بتروحي ما بيكون لك أي جزء بهذا المكان، وبالمقابل أنت هلأ عم تشوفي مكان، أنت عم تعيشي هاي الذاكرة اللي عاشوها أهلك، انه انت عم تشوفي هلا مكان انه بيعني لنا كثير كلياتنا، انه بتشوفيه عم يتهدم، وبالمقابل انت بتعرفي شو مصيره. يعني للاسف نحن بعد هي التفاصيل كلها اللي عاشتها الدول العربيه صار عندنا يعني حاله من لا جدوى، انه فقدان الامل، انه مثلا هلا اذا بدها ترجع تعمر سوريا بنعرف انه أنا بس بدي أقول إنه عم بحكي عن صعيد الشخصي، يعني أنا ما عندي ذاكرة متخيلة عن فلسطين، كان عندي بالمراهقة، هلا بطل عندي للأسف، بقول للأسف لأنه بحن لهديك الذاكرة المتخيلة. الأماكن هي جزء منا، هي تاريخنا، هي حكاياتنا. الأنظمة بأشكالها المختلفة إن كانت عربية ولا كانت احتلال بتعمل على تغيير الهوية تبعا لمصالحها السياسية والشخصية، يعني ما بعرف، بس إنه بتعمل على هذا الموضوع، بتغير كمان شخصية الإنسان. يعني هو كمان هو بيتغير، يعني ذاكرته بتتغير، ألفته بالمكان بتتغير، شكل المعنى تبعه بالحياة بتغير. الاحتلال بشكل خاص، وأنا هاي علاقتي كتير يعني خاصة مع الاحتلال، غير كل شيء. يعني هو غيرنا نحن كلاجئين، غير الناس اللي جوا، غير وعلى سابق إصرار وتصميم بشكل علني، مش حتى أنه من تحت لتحت وشوي شوي وعلى البطيء، لا هو بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي عم بغير وبده يكمل ومكمل، وأصلاً هلأ في ضم الضفة وفايت يعني على الآخر ومدعوم من العالم شكله. فأنا بدي أقول أنه نحن كأفراد مايا يمكن هلأ اللي عم تمرق فيه كثير صعب على صعيد الشخصي، لأنه عم تمرق بهاي التجربة، هاي مدينتك هلأ بيروت، وهلأ مرقت بهذا الشيء من فترة كثير قصيرة. أنا آسفة جدا لخسارتك، يعني آسفة لكل شيء عملتيه وراح بالمدينة، آسفة كمان ختام لمدنك ولسوريا، وآسفة يا غيداء لليمن، وآسفة للعراق، وآسفة لفلسطين، وآسفة لمخيماتنا، وآسفة يعني عن جد ما بعرف شو بدي أقول، بس حنين يبقى للأمكنة يعني، وعلينا إعادة بناء ولو حتى ما بعرف براس أولادنا، يمكن بالحكايات اللي نعطيهم إياها. أنا لما شو صار أنا عشت الحرب، عندي بضل عندي ذكرياتي قبل الحرب، بس عندي كمان ذكريات كتير حلوة بالحرب. بس هلا للأسف عندي إنه أنا بعدني عندي أمل ببلدي، ولح أرجع أعمل كل شيء، أرجع أعمل كل شيء تدمر من شغلي. بس هون مثل ما أنتوا إنه الشباب عادة بتعرفوا هلا كتير شباب لبنانية عم بيتركوا وعم بياخدوا هجرة، لأنهم شايفين إنه ما عندهم إنه مش شايفين وين لح نوصل، لأنه ما شافوا كمان لبنان أو بيروت مثل ما كانت قبل. يعرفوا بيروت بعد الحرب، هلأ كانت أيامها كتير حلوة كمان بعد الحرب، إنه رجعوا قدروا عمروا قد ما فيهم. إذا أنا نرزي إنه كيف مثلا سوق بيروت روحت كل جمال بعد إدريس، إنه ما بقى فيه هالبنى العتيقة أو هالتمشي بالطريق من دون سيارات، إنه هولي ما بقى موجودين، غيروها كلها.
بس انه لا اقول ختاما انه قد ما كان كلبنانيه بضل عندي امل. نحن محكومون بالامل، عساها خير. ما بعرف اذا نقدر بس بنحاول. شكرا كثير صبايا، يعطيكم العافيه جميعا، وان شاء الله العافيه مدننا تصير احسن ونقدر نعيش فيها بذكرياتنا وبحنيننا وما نضطر ان احنا نغادرها، يعني هيدي كثير صعبه.